كنت اسمع اكثر شيء، اسمع 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 وبعدين اخذ مقطع صغير احطه بالسوفت وير بروجرام، وبعدين اقعد اعمل ايقاع حواليه، ممكن ايقاع زي اللي كان موجود بس على الكترونيك اكثر، او ايقاع انا عملته من ولا شيء، او اجيب القانون واقعد ادندن معه اشوف اذا بتطلع افكار صغيره هون هناك. وخاصه التاني كثير التاني هون بس مش تقعد شهرين. بداية هذا المشروع يعني الماتيريال اللي اشتغلنا عليه هو بنك يعني داتابيس موجودة في مركز الفنون الشعبية في فلسطين. هم عملوا مشروع وسجلوا موسيقى قديمة فلسطينية في القرى في كل فلسطين وإلى آخره، وأعطونا هذا الألوفات الساعات التسجيلات